ما رأي فضيلتكم في إنشاء منتديات ومواقع سلفية تنشر المنهج السلفي الصحيح والعقيدة الصحيحة، تضع دروسا للعلماء الموثوقين وتدفع عنهم وتدافع عنهم، والمشرفون عنها طلبة علم مبتدئون، لكن لا ينقلون إلا كلام أهل العلم، ويمنعون نقل كلام غيرهم، ويمنعون غير السلفيين من المشاركة فيها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أقول جزاهم الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى وعمل صالح، أسأل الله أن يعجرهم عليه، فإن الدعوة إلى الله من أعظم القربات إلى الله، وأهل الباطل يجب أن يزاحموا بالحق، وهذا من الدعوة إلى الحق، دعوة إلى الكتاب، إلى السنة، إلى العقيدة السلفية، إلى المنهج الصحيح. العالم يقوم بهذا، والطالب يقوم بهذا، مساعدة لأهل العلم في نشر الخير والعلم والفتاوى. والمهم أن هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنسأل الله أن يعجر العالم والطالب في دعوتهم إلى الكتاب والسنة، ودفاعهم عن المنهج الصحيح وعن العقيدة الصحيحة، والله الموفق.